مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم وحلقه جديده من برنامجنا بيتنا احلى. ممكن يحصل بينك وبين اي حد شد او مشكله او خناقه كبيره، تتعصبوا على بعض وممكن تغلطوا في بعض وتطلع بعض الالفاظ الغير ملائمه، وبعدها بفتره الدنيا ممكن تهدى وحد يصلح ما بينكم وبتخلص. ولو اتكرر المشهد ده سواء مع نفس الشخص او مع غيره، للاسف بتتكرر الطريقه والاسلوب ان كان في عصبيه او نرفزه او حتى الفاظ غير لائقه، الا طبعا الكاظمين الغيظ اللي بيقدروا يكظموا غيظهم ومش بينجرفوا للاساءه، والعافين عن الناس اللي بيعفوا ويصفحوا حتى لو اللي قدامه غلط فيه. الاسلوب اللي قلت عليه، الاسلوب ده ممكن تقبله من زميل او جار او سواق التاكس، لكن تقبله من مراتك او تقبليه من جوزك اعتقد صعب جدا. صعب على نفس اي راجل في الدنيا كلها تحصل بينه وبين مراته مشكله فيلاقي مراته بقى سيل من الشتايم طالع منها وهات يا زعيق وخبط ورزع في البيت، وبعدين تهدى وحبه وتعدي الموقف وفي اقرب مشكله تعيد نفس الاسلوب ونفس التطاول، وممكن العيار يزيد على حسب بقى شدة المشكلة اللي بينهم. ولو حد من أهله كان طرف في المشكلة ما بيهمهاش، كبير صغير أي حد بتشتم وبتزعق وبتلبخ وترجع تقول هم اللي غلطوا فيا. بأي حال من الأحوال، لو عشنا في الدنيا نرد الغلط بغلط زيه أو في بعض الأوقات بغلط أكبر منه، كده هنعيش عفوا في مستنقع من ألفاظ غير محترمة. ده يشتم ويزعق وده يرد عليه الشتيمة شتمتين، خلاص انتهى كده. ناهيك عن الحدة الدايمة في الأسلوب. طبعا عارفة ومتأكدة وعلى يقين ان في ستات دلوقتي قاعدة تتفرج تقولك يا سلام يا ست ندى، اشمعنى بقى الراجل لما بيتنرفز ويزعق ويحصل اي مشكلة بيبقى مقبول منه انه بيزعق ويغلط ومفيش اي مشاكل، ويتقال له اصبري حبيبتي كده حبة وهيهدى وبعدين بنتي روحي صلحيه. القاعدة هنا ثابتة للراجل وللست، مش مقبول الغلط اطلاقا من اي واحد فيهم للتاني او لاهل التاني مهما كانت الظروف، مش عشان انت راجل تغلط ولا عشان انت الست تغلطي. طيب، في قاعدة: ما كان اللين في شيء الا زانه، وما انتزع منه الا شانه. طول ما انت سهل ولين وجميل كده الدنيا معاك هتبقى زي الفل وحياتك هتبقى جميله. اول ما تتعصب وتتشنج وتتنرفز وكل حاجه معاك جامد كده، هتلاقي فعلا الدنيا معاك مش جميله خالص ولا حلوه ولا زي الفل. من خلال مشكله من حياتنا النهارده هنناقش الزوجه الغلاطه صليطه اللسان فاقده الخلق والادب بعد الفاصل.